السيد المحافظ اتكلم على الدعم اللي تم تقديمه وقال ان ما حد يساعدنا بعد كده. انا بس عايز اتوقف قدام النقطه دي، لان ما فيش حد هيصرف على دوله ولازم نبقى احنا منتبهين للكلام ده. وانا اثناء وجودي بعد 3/7 جبنا مكتب يدرس الموقف الاقتصادي في مصر، وقعد يدرس الموضوع 6 شهور في مصر مش كده، وبعدين جه قال ان انتم هيبقى عندكم فجوه 18 مليار دولار سنويا لمده 5 سنوات. ده كمان ايه بارقام اللي كانت موجوده في الوقت ده بالمعايير اللي كانت موجوده في الوقت ده، 18 مليار دولار. فطبعا يعني انت عشان تطلب من حد ان يديك 90 مليار دولار في 4 سنين يديهم لك كده، ده موضوع مش الناس الاشقاء وقفوا جنبينا وانا بسجل ده لهم في الوقت اللي هو كانت مصر لو ما حصلش الوقفه دي في 3/7 وقفوا جنبينا احنا كنا هنبقى في مكان تاني خالص. وعشان كده كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام ليهم.